يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يأثم الشاهد الرابع في شهادة الزنا إذا امتنع عن الشهادة لأنه سوف يتسبب في معاقبة الشهود الثلاثة؟ نعم، ما يلزمه يشهد، وإقام الحد على الثلاثة، إقام حد القذف على الثلاثة، ولا يلزمه يشهد. الشارع به يستر، الشارع يرجو أو يطلب من الناس الستر عليه. نعم.